بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله باذن الله تعالى. النهارده احنا عايزين نتكلم على البوني بلفس. زي ما احنا عارفين البوني بلفس عباره عن راس السيكرم والالياك بون والكوكسس. لما نتكلم عليه ان تيرمز ان اناتوميكال تيرمز، عايزين نتكلم على 6 بوينتس. عايزين نتكلم على الفورميشن، عايزين نتكلم على الاناتوميكال بوزيشن، ايه البوزيشن اللي انا لما احط فيه البلفيك بون اقول ان ده الاناتوميكال بوزيشن. عايزين نتكلم على الديفيجنز بتاعه البلفس وايه هي الباوندرز للديفيجنز دي. عايزين نتكلم على التايب بتاع الفيميل بلفس، واخيرا نتكلم على الديفرنسز بتوين ميل اند فيميل بلفس. قبل ما نتكلم على البوينتس دي عايزين نراجع مع بعض الاكسترنال فيتشرز بتاعت البلفيك بونز، اللي هي عبارة عن الهيب بون، عندنا رايت وليفت هيب بون، ثم السيكرم والكوكسس. الهيب بون كانت بتتكون من ثلاث عظمات زي ما احنا عارفين، اوكي. الابر موست بارت كانت الاليوم، انتيرير ولور هي البيوبيك بون، بوستيرير ولور هي الاسكيال بون. اي هيب بون ليها اوتر سيرفيس او لاترال سيرفيس وليها انر سيرفيس او بلفيك سيرفيس. تعالوا نستعرض سريعا الاكسترنال فيتشرز الموجوده على الاوتر سيرفيس. الاوتر سيرفيس بتاع الهيب بون او مينلي الاليوم كان عندنا سوبيريور انتيريور انفيريور الياك سباين وانتيريور سوبير الياك سباين على الانتيريور بوردر. كان عندنا بوستيريور سوبير الياك سباين وبوستيريور انفيريور الياك سباين على البوستيريور بوردر. ما بين الانتيريور والبوستيريور سوبيريور إليك سباين كان عندنا بوني برومننس اللي احنا بنسميه الإليك كريست. زي ما احنا عارفين الإليك كريست كان بيكون من أوتر ليب، بيكون من إنر ليب، وما بينهم انترميديت إريا. الأوتر ليب بتاع الإليك كريست حوالي 5 سنتي ورا الأنتيريور سوبيريور إليك سباين بيبقى عندنا البيوبيك تيوبريكل، أوكي. الأوتر سيرفيس بتاع الإليك بون بيبقى عليه 3 جلوتيال لاينز، عندنا انفيريور جلوتيال لاين، anterior gluteal line و posterior gluteal line. هندخل بعد كده على ال pubic bone. ال pubic bone بتتكون من superior pubic ramus و ال pubic body ثم inferior pubic ramus. ال ischial bone كانت بتتكون من ischial spine و ischial tuberosity و ال ischial arch. ال ischial arch زي ما احنا عارفين بيتحد مع ال inferior pubic arch والاتنين بيعملولنا اللي احنا بنسميه collectively البيوبيك ارش. التلاتة بونز اللي احنا شايفينهم دول كانوا بيجتمعوا في جزء عندي more prominent اللي احنا بنسميه الاسيتابيلم. الاسيتابيلم ده عبارة عن deep rounded impressions for the articulation with the femoral head. Okay. دي الاوتر الفيتشرز اللي على الاوتر سيرفيس. تعالوا نبص الفيتشرز اللي على البلفيك سيرفيس او الانر سيرفيس. الإليك بون كان بتتميز ان عندنا فصة كبيرة سموز كنا بنسميها الإليك فصة، اوكي. ورا هيبقى عندنا الإليك تيوبروزيتي ثم الأوريكولار سيرفيس اوف ذا إليم، ده بيبقى فور ذا ارتكيليشن وذ ذا سيكرم. هفصل ما بين الإليك بون او اللور باوندري بتاع الإليك بون والإسكيال والبيوبس، بيبقى عندي بروميننس اسمه أركويت لاين. الأركويت لاين بيكمل على السوبيريور بيوبيك ريموس بحاجة اسمها البيكتينيال لاين ثم البيوبيك كريست ثم البيوبيك تيوبريكل. كده احنا وصلنا للبودي بتاع البيوبيك بون وادي البيوبيك ارش، واكبر حاجة بنشوفها the most prominent foramen عندي هو الابتيوريتور foramen من على الانر او الاوتر سيرفيس. posteriorly على البوستيريور بوردر كان عندنا 2 foramen كبار، كان عندنا في greater sciatic foramen او notch، اوكي. ده superior للاسكيال سباين. تحت الاسكيال سباين كان بيبقى عندنا الانفيريور انفيريور سايتيك نوتش. ده كده الفيتشرز بتاعت الهيب بون. تعالوا نشوف سريعا الفيتشرز بتاعت السيكرم. السيكرم عبارة عن triangular بون. التريانجلر بون اللي عندنا بيبقى ليها بيز ودي دايركتد upwards، وعندنا ابيكس ودي دايركتد downwards. البيز عندنا بتارتيكليت مع الفيرتيبرال بودي نمبر 5 اللي هي اللمبر 5، فبيبقى عندنا جزء بتاع الارتيكليشن عن طريق البرومونتري واتنين سوبيريور ارتيكولار فاسيتس. الفلاتند اريا اللي جنب البرومونتري دول احنا بنسميهم الايلا اوف سيكرم، دي الانتيريور فيو بتاعتها.
laterally هنلاقي عليها برضو الاوريكل، وده عشان الارتكيليشن مع الاوريكل بتاع الاليوم عشان اعمل السيكرو ايلياك جوينت. الموست بروميننت فيتشر في الانر او البلفيك سيرفيس بتاع السيكرم ان احنا عندنا اوكي اون ايتش سايد فور سيكرال فورامينا اللي احنا بنسميهم انتيريور سيكرال فورامينا. زي ما كنا فوق بنارتكليت مع الفايف، انا عندي تحت بارتكليت مع الكوكسس. اوكي هنيجي نبص على البوستيريو سيرفيس بتاع السيكرم. البوستيريو سيرفيس بتاع السيكرم بيبقى عندنا في الميديان سيكرال كريستو، ده عباره عن الفيوجن of the spines of all sacral vertebrae. الفيوجن بتاع الspine بيعمل لنا السيكرال كانال. السيكرال كانال في اخرها بيبقى opening. الopening دي بنسميها السيكرال hiatus. على جانبي الميديان سيكرال كريستا يبقى عندنا برضو فورامينا، هما اربعة على كل ناحية، بنسميهم المرة دي هما posterior sacral foramen. دي كده كانت الاكسترنال فيتشر سريعا بتاعة الهيب بون. تعالوا مع بعض نتكلم بقى على الموضوع بتاعنا الاساسي النهارده، وهي الفورميشن اوف ذا بيلفس. زي ما احنا لسه قايلين البيلفس هيتكون من تو هيب بونز، وان رايت هيب بون اند وان ليفت هيب بون، ثم بيهايند هيبقى عندي السيكروم والكوكسس. ديفينتلي البونز دي كلها بتارتكليت مع بعضها عشان تعمل لي شكل البيلفس اللي احنا شايفينه ده عن طريق جوينتس. Anteriorly هيبقى الاثنين pubic bone هيجوين each other عند السمسس pubis. Posteriorly each iliac bone هتarticulate مع each ala of sacrum عشان تعمل لنا left sacroiliac joint and right sacroiliac joint. والarticulation بتاع السكرم مع الكوكسس عند السكروiliac joint. اوكي البلفس بتاعنا الفورميشن بهذا الشكل. اوكي بيبقى عندي فيه definitely احنا شايفين هنا كده ده boundary. الباوندري اللي احنا شايفينه ده هنسميه البلفيك انلت، وهو ده الجزء اللي احنا هنستخدمه كبارتيشن. اوكي عشان اعمل منه الديفيجنز، ايه اللي هيبقى فوق وايه اللي هيبقى تحت. لما نتكلم على الاناتوميكال بوزيشن، ايه هو البوزيشن لما احط فيه الهيب بون اقول ان ده اوكي هو الاناتوميكال بوزيشن؟ زي ما احنا عارفين النورمال اناتوميكال بوزيشن ان انا ابقى ستاندنج. On standing position عندنا rule إن الأنتيريور سوبيريور إليك سباين والأبر بوردر بتاع السيمسس بيوبس الاتنين بوني لاند ماركس دول لازم يبقوا الاتنين on the same vertical plane. الاتنين لازم يبقوا على نفس ال vertical plane. مش بس كده، احنا عندنا rule تاني في البوزيشن ده. لو أنا جبت line هيعدي من عند البرومونتري عند الأركويت لاين عند البيوبيك الاليوبيكتينيال لاين ثم البيوبيك كريست، ويعمل لي انجل مع الهوريزونتال لاين اللي هو اللاين الجراوند بتاعنا، هيعمل لي تقريبا انجل من 50 الى 60. هو ده اللي احنا بنقول عليه النورمال اناتوميكال بوزيشن. طيب ايه اهميه البوزيشن ده؟ احنا عارفين ان البلفس اوكي بيسبورت البلفيك اورجنز، وبالتالي البوزيشن ده بيهلب ان انا سبورت الداونورز بريشر اللي هيبقى اكزيرتد باي ذا ابدومينال فيسرا. اوكي فكان الشرط عندي ان الانتيريور سوبيريور ايليك سباين يبقى اون ذا سيم فيرتيكال بلين ات ذا ابر سيرفيس اوف ذا سيمسس بيوبس. البوينت الثالثه اللي عندنا هي الديفيجن. احنا كنا لسه قايلين ان انا عندي لاين، اللاين ده هو ده اللي انا بسميه البلفيك انلت. البلفيك انلت عندنا شباب هو ده البوينتس اللي هتفصل لي البلفس. كل ما هو فوق اللاين ده هيبقى عباره عن greater pelvis or false pelvis، وكل ما هو below هذا اللاين هيبقى lesser or the true pelvis، وما بين الاثنين هيبقى عندنا الكافيتي اللي احنا بنسميه البلفيك كافيتي اللي هيبقى فيه البلفيك اورجنز. تعالوا نشوف مكونات اللاين ده ايه. From posterior to anterior هيبقى عندي الباوندري بتاع السيكرال برومونتري، المارجنز بتاع الالا اوف ذا سيكرم، ثم الاركويت لاين على الايلياك بون، هناخد البيكتينيال لاين من على البيوبيك بون، ثم الابر مارجن بتاعة البيوبيك كريست. يبقى ده الجزء بتاع الباوندري المارجنز بتاعتنا اللي انا هفصل بما كل ما هو فوق، وهيبقى الجزء بتاع كده هيبقى عندنا فوق هيبقى عندي false pelvis or greater pelvis، كل ما هو تحته هيبقى عندي true أو lesser pelvis. lesser pelvis عندنا في الحقيقة هو اللي يهمنا. اشمعنى؟
هو ليه اساسا احنا بنقول فولس وترو؟ الفولس بيلفس او الجريتر بيلفس ده يا شباب هو ده اللي بيبقى فيه الابدومينال فيسرا وليست البلفيك فيسرا. هو اتسمى فولس لسبب، لان هو ديفيشنت انتيريرلي من الوول. انا ورا عندي ادي اللمبر فيرتبري وادي السكرال برومونتري، ولكن قدام ما عنديش وول، ده بيبقى عباره عن الاثنين ايليك فوسي وزاوت انتيريور باوندري، فما عنديش ليه انتيريور باوندري. في حين ان انا تحت، لا احنا عندنا الجزء اللي تحت بيبقى عندي ادي الكونكافيتي بتاع السكروم، ويبقى عندنا البيوبس والجزء ده المفروض اللي هو البلفيك كافيتي. فالجزء اللي تحت هو ترو كافيتي، مش بس ترو عشان ليه انتيريور باوندري وبوستيريور باوندري، هو ترو لان هو ده فعليا اللي هيبقى فيه اللي احنا هناخده بعد كده اللي هي البلفيك اورجنز كامله. تعالوا نراجع تاني على اللاين كده. اتفقنا ان احنا عندنا البرومونتري بتاع السكرم، اتفقنا ان احنا عندنا المارجن بتاع السكرال ايلم، الاركويت لاين على الايليك بون، ثم عندنا البيوبيك الاليوبيكتينيال لاين والبيوبيك كريست وصولا الى السيمفسز بيوبس. اوكي، كل ما هو فوق اللاين ده هيبقى الفولس بيلفس او الجريتر بيلفس، وده فيه ابدومينال اورجان وليس بيلفيك اورجان، غير ان هو ديفيشنت انتيريرلي من الوول، انا ما عنديش وول. الترو بيلفس او الفولس الترو بيلفس بتاعنا او الليسر بيلفس هو ده اكشوالي البيلفس بتاعي، هو ده اللي هيبقى فيه الاور البيلفيك اورجنز. انتيريرلي هيبقى عندنا البيوبس، بوستيريرلي هيبقى عندي الكونكافيتي بتاع السكرم، وان ايذر سايد هيبقى عندنا الجزء بتاع البيلفس بيلو اللاين بتاعنا. اللاين ده بيبقى ليه اسم كولكتيف، دي اسمها اللامينا تيرميناليس او التيرمينال لاين، هو ده الخط الفاصل اللي هيفصل لي ان كل ما هو فوق هيبقى بيلونج للابدومينال كافيتي، كل ما هو تحت هيبقى بيلونج للبلفيك كافيتي. طيب تعالوا ناخد عندنا الليسر بيلفس اللي هو الموضوع بتاع البيلفس بتاعنا. البيلفس عندنا الليسر بيلفس ليه زي ما ليه انلت اللي هو اللاين اللي احنا لسه بنتكلم عليه التيرمينال لاين، هو ده البلفيك انلت، البرومونتري، السكرال ايلم، الاركويت لاين، البيوبيك كريست وال سوري الاليوبيكتينيال لاين، ثم البيوبيك كريست. اوكي، ده البلفيك، دي الحدود بتاع البلفيك انلت. زي ما ليا بلفيك انلت هيبقى ليا برضو بلفيك اوتلت. طب حدود البلفيك اوتلت بتاعتي دي هتبقى ايه؟ عشان اشوف الباوندرز بتاعتي بتاع المخرج بتاعي عايزين نعرف الباوندرز هنا هتبقى معموله بايه. زي ما احنا شايفين على الصوره الباوندرز بتاعت الاوتلت بتاعتي انتيريرلي هيبقى عندنا السيمفسز بيوبس، اوكي بوستيريرلي هيبقى عندي التب اوف كوكسس، وان ايتش سايد هيبقى عندنا الاسكيو بيوبيك ريمس او البيوبيك ارش، وعندنا الاسكيال تيوبروزيتي، ثم الليجمنت اللي احنا شايفينه ده اللي اسمه السيكرو تيوبروس ليجمنت. تاني البلفيك اوتلت او الليسر بلفيس اوتلت، لان هو ده اللي بيهمنا، anteriorly السيمسس بيوبس، posteriorly هيبقى التب بتاع الكوكسس، على الجنبين عندي وايد اريا. هنبدأ بالبون، عندنا البيوبيك ارش، رجعت من البيوبيك ارش هلاقي الاسكيال تيوبروزتي، وبعدين عندنا الليجمنت اللي اسمه السيكرو تيوبروس ليجمنت. الشكلين اللي احنا شايفينهم دول البلفيك انلت وعبارة عن هارت شيب، وفي حين ان البلفيك اوتلت اوكي هيبقى عبارة عن دايموند شيب عشان ما ننساش. يبقى الانلت هارت شيب والبلفيس البلفيك اوتلت اوكي بتاع الليسر بلفيس هيبقى عباره عن دايموند شيب. يبقى الديفرنس ما بين الانلت والاوتلت الشكل بتاعي، ان انا في الانلت هارت شيب، في الاوتلت ببقى دايموند شيب. اوكي، كمان الباوندرز، الباوندري بتاعتي هنا برومونتري، المارجن بتاع الايلم، الاركويت لاين المره الثالثه، ثم البيوبيك الاليوبيكتينيال لاين والبيوبيك كريست. بعد كده احنا عايزين نتكلم على ال different types of female pelvis. يهمنا البلفز دائما ابدا في الفيميل. ليه بيهمنا البلفز في الفيميل؟ عشان الفيميل بلفز ده هو ده مهم. ليه مهم؟ عشان الدليفري. يهمني ان انا اعرف ان كانت البريجننت فيميل دي هنعرف نولدها بعد كده نورمال ليبر، او هنحكم عليها ان هي تخش سيكشن اوكي في الجاينيكولوجيست والاوبستريشن. وبالتالي احنا عندنا اشكال مختلفه للبلفس هتعتمد على الترانسفيرس دايامتر بتاع البلفس والانتروبوستيريور دايامتر بتاعنا. التيبيكال فيميل بلفس بنسميه الجاينوكويد بلفس، وجاينا جايه من فيميل،
طيب عندنا الجينيكاي بلفس، هو ده التيبيكال فيميل بلفس. ايه الكرايتيريا بتاعته؟ زي ما احنا شايفين شكله بيبقى اوفال، وعندنا ليه شرط ان الترانسفيرس دايمتر سلايتلي لارجر عن الانترو بوستيريور دايمتر. الترانسفيرس دايمتر بتاعنا ده سلايتلي لارجر عن الانترو بوستيريور دايمتر عشان يديني الاوفال شيب بتاع البلفس. مش بس كده، احنا عندنا كمان البيوبيك انجل زي ما احنا شايفين هنا حوالي هتبقى من 80 الى 85، والبيوبيك انجل لازم تبقى عريضه عشان تسمح بالباسج بتاع الفيتال هيد من اليوترس الى الاوتسايد اوكي بتاع اليوترس. طب عكس الفيميل بلفس اللي هو الجاينكويد بلفس، عندنا الاندرويد بلفس، واندرويد جايه من اندروجينز يعني ميل. الاندرويد بلفس هو ده التيبيكال ميل بلفس. شكل التيبيكال ميل بلفس بيبقى فانل شيب زي ما احنا شايفين، هيبقى مور اوبلونج، بيبقى اطول شويه من الفيميلز واضيق. فيبقى عندي لونج سيكرم، الطول ده بيجي لان السيكرم هتبقى لونج، بالاضافه ان عندي البيوبيك ارش هنا هيبقى نارو اوكي. فيبقى عندي البيوبيك انجل هتبقى الموجوده هنا حوالي من 50 الى 60 ديجري فقط لا غير. دول تقريبا اشهر نوعين بنشوفهم من البلفس اوكي. البلفس الاندرويد ده للاسف ده ما بيسمحش بالنورمال ديليفري، فغالبا الفيميلز دول بيخشوا ان سكشن. عندنا الجزء بتاع الانثروبويد بلفس، في نوع تاني اللي هو بنسميه الانثروبويد بلفس، وده بيبقى لونج نارو اوفال شيب. بس عندنا هنا كرايتيريا ان في الانثروبوستيريور دايمتر هيبقى اكبر من الترانسفيرس دايمتر، عكسه هيبقى البلاتي بلويد بلفس. هنا هو هيبقى وايد وفلاتند بلفس، هيبقى فيه الترانسفيرس دايمتر عندنا اكبر من الانثروبوستيريور دايمتر بتاع الانت. يبقى الخمسه طايق الاربعه طايق بتوعنا بتوع الفيميل بلفس هي الجاينكويد والاندرويد والانثروبويد والبلاتي بلويد. اشهرهم على الاطلاق هو الجاينكويد بلفس، وده تقريبا بيريبريزنت حوالي اوكي اب تو 50% من الفيميل بلفس. عندنا نوعين تانيين من البلفس اسمهم كونتراكتد بلفس والركاتك بلفس. النوعين دول مش مشهورين قوي، ولكن الاربع انواع دول بالكرايتيريا بتاعتهم دي هم دول اشهر حاجه احنا بنشوفها. دلوقتي احنا عايزين ناخد الديفرنس بين ميل اند فيميل بلفس. بصوا يا شباب، في الامتحان بيكفي ان احنا نذكر خمسه او سته differences ما بين الفيميل بلفس وما بين الميل بلفس، وده سؤال شائع في الامتحانات عندنا. عندنا different points عايزين نتكلم عنها. عندنا general appearance، احنا عارفين ان general appearance بتاع الفيميلز بيبقى cute وبيبقى decent، وبالتالي general impression بتاع العظمة هتبقى اوكي ان هي هتبقى broad، هتبقى عريضة وهتبقى smooth. المسل اكشن ما هياش بالشكل القوي ده ولا الاتاتشمنت، وبالتالي الامبريشنز اللي عليها مش هتبقى رف. العظم غالبا هيبقى سموث حتى عند الارياز اوف اتاتشمنت بتاع المسل، في حين ان الميل بلفس لا هيبقى نارو اوكي. شايفين فرق البلفس هنا نارو بلفس، هنا وايد بلفس. الامبريشنز اللي عندي البوني امبريشن هتبقى رف ومور بروميننت، هلاقي الاريا كريست اكثر اوكي، هيبقى مور رف وهيبقى مور بروميننت بارز عن الفيميل. لما نيجي نشوف من حيث الإيليم، في الميل هلاقي ان هي هتبقى مور فيرتيكال اوكي، وهتبقى اكستندد لفوق شويه، هتبقى اكستند فيردر سوبيريور للسيكرو ايليا جوينت، هتطلع اعلى من السيكرو ايليا جوينت شويه. تعالوا نبص على الفيميل، الموضوع ما هيبقاش هتبقى ليس فيرتيكال، العظمايه هتبقى عريضه اكتر من كونها ان هي طويله، والاكستنشن بتاعها بالنسبه للسيكرو ايليك جوينت مش هيبقى عالي بهذا الشكل. يبقى اذا ادي الايليك بون. طيب تعالوا نتكلم على السيكروم. زي ما احنا قلنا في الاندرويد بيلبس ان السيكروم هتبقى لونج تريانجولار ونارو اوكي، والكيرف بتاعي اوكي هيبروديوس سيكرال، هيبقى عندي برونونسد سيكرال كيرفتشر، الكيرفتشر بتاعي هيبقى جامد قوي، في حين ان السيكروم في الفيميل لا، السيكروم لازم تبقى شورت ولازم تبقى تريانجلر، والكيرف بتاعي لازم يبقى قليل عشان يقلاو الدليفري او ايزي دليفري بتاعه الفيتوس من اليوترس الى خارج اليوترس. لما نتكلم على الاثنين ايلياك فوسه، تعالوا نبص على الاثنين ايلياك فوسه العظمتين. الفوسه في الفيميل هنا بتبقى شالو، في حين ان عندنا في الميل هتبقى ديب لان العظمايه طولت وبقت اضيق.
البلفيك اندب بتاعنا في الفيميل ديفينيتلي، في الميل ديفينيتلي ديفينيتلي هيبقى نارو اوكي، وبياخد الشكل ان هو بيبقى الهارت شيبد، اور ان هو هيبقى ما بيبقاش اوفويد قوي. في الفيميل البلفيك انلت عندنا لا، البلفيك انلت عندي هيبقى وايد وهيبقى مور اور ليس سيركولر اوكي ان شيب. البلفيك اوتلت هيبقى احنا عايزين في الميل انا لا عايزين دليفري ولا عايزين حاجه، وبالتالي الاوتلت بتاعي هيبقى نارو. في الفيميل لا، ده البلفيك اوتلت لازم يبقى انلارجد وايد عشان يقلل الدليفري. الكوكسس عندنا هلاقي ان هي هات بوينتس انتيرير هتتني لقدام قوي، في الفيميل دايركتد انفيريور عشان ما يحصلش اوبستراكتد ليبر. لما نتكلم على الاسيتابلم، الاسيتابلم في الميل هيبقى دايركتد لاترالي، في الفيميل سلايتلي لاترال وانتيرير بيبقى لافف انتيرير بحكم ان البلفس بقى قصير وعريض. الاوبتيوريتور فورامين عند الميلز هيبقى اوفال، عند الفيميلز هيبقى تريانجولار ان شيب. وفي حاجه مهمه جدا اللي هي البيوبيك انجل. البيوبيك انجل في الفيميل زي ما احنا قلنا حوالي بتبقى من 80 الى 85 واحيانا ممكن توصل الى 100. في الميلز لا ديفينتلي بتبقى اقل من كده، هي تقريبا من 50 ل 60 مش بتتعدى هذه الحدود. اوكي، في حاجات بقى تانية بسيطه، ان البلفس العظم بتاع الميل بيبقى تقيل، الفيميل هيبقى اقل اوكي، ده غير انه هيبقى مور بروميننت، في الفيميل هيبقى ليس بروميننت. كده احنا خلصنا المحاضره بتاعه البوني بيلفس، واتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان انتوا تكونوا قدرتوا تستوعبوا هذا الكلام. لو اي حد عنده اي سؤال يا ريت ان هو يكتب لي على الجروب وانا هرد عليه في اي استفسار في اي حاجه انتوا مش فاهمينها. وبالتوفيق ان شاء الله. سلام عليكم.